طيب ده بالنسبه لسله النادي الاهلي رجال، السيدات يسكتوا حضرات؟ ابدا. برضه لازم نتوجه ليهم بالتهنئه، الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي، لان هم توجوا بلقب بطوله منطقه القاهره بعد ما فازوا على فريق الجزيره بنتيجه 77-71. ده حصل في المباراه النهائيه اللي اقيمت بالامس على صاله استاد القاهره الدولي، بعد ما الحقيقه قدموا عرض قوي جدا واداء اكثر من ممتاز لينجح الفريق في نهايه المطاف في انهاء هذه المباراه لصالحه، ويحصل بالتالي على اللقب الاول ليه في هذا الموسم. وطبعا بعد نهايه المباراه تسلم الجهاز الفني وكل لاعبات سيدات سله النادي الاهلي كاس البطوله وميداليات المركز الاول، فطبعا هم كمان بنقول لهم مليون مبروك. ده عادي يعني، بجد سيدات النادي الاهلي في جميع الرياضات بجد متألقات جدا، ويمكن بالارقام مش انحياز في الهواء زي ما تقال، لا بجد بالارقام، وحتى الموسم اللي فات وان شاء الله الموسم اللي جاي يحصدوا مزيد ومزيد من البطولات والالقاب اللي بنفتخر بيها كلنا اكيد كاهلاويه، في حاجه محترمه جدا.